وصول سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى عاص داعف القوات الخاصة المشتركة شاهدنا الآن عرضا لمظلي القوات الخاصة المشتركة والتي دخل فريقها موسوعة جنس للأرقام القياسية لأكبر تشكيل قفز ليلي في عام 2018 كما حصل على 27 ميدالية ذهبية وفضية وبرنزية عام 2019 العمليات الخاصة مع آليات UGV العيون الساهرة على حفظ الأمن والنظام
الدفاع المدني. تشكيل الفصيل الصامت من القوة النسائية التابعة لقوة الأمن الداخلي لخويا. خيالة الحرس الأميري. الرافال. منظومة رد إلكترونية متكاملة. شاهدنا أمامكم استعراض سوف تقوم به الطائرات التابعة لكلية الزعيم محمد بن عبد الله الجوية. نشكر سموكم على حضوركم الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.